حلمك باش يولي حقيقه. عيش الكلاسيكو بين الريال والبارسا في قلب ملعب برنابيو في مدريد. تذكرة طياره واقامه باربع ايام ودخله لاستاد الاحلام. ما تفلتش فرصة العمر وابعث RM في SMS لل 85 95 1 باش نهار 3 مارس تشد بلاستك في الفيراج ورا كريستيانو رونالدو خديرة وكاسياس. لعبة مفتوحة لغاية 21 جانفي. سوم لسماس 960 مليم. سعادة برشا بصراحة على سعد الحنيني لعب غني على التعريف الافريقي لعب كان 96 وشرتوه هز برشا تيترويت. مرحبا بك اليوم معنا. خليكم مرحبا بكم انتم زاد. انا سعد انت معنا اليوم مش ذكر شوية كان 96 حينها كان البارح لبوك ذيك في ساعة في كلمة واحدة شنو تقول عليه؟ والله كانت كان خارقة العادة. كان فيها معناتها انطونت ما بين لاعبين ما بين مدرب ما بين معناتها طاقم كامل كان حاضر على كل المستويات. بالرغم من ان المقابلات الوديه ما كانتش مقنعه معناتها كانت هزيمه ضد المغرب وضد مصر والاخرى كانت ضد زامبيا. كي تحولنا لافريك دو سود كانت برشا ضغوطات علينا في تونس حتى الجماهير التونسيه ما كانتش متفائله نتصور انا. معناتها بالرغم هذا معناتها قمنا بمجهودات غاديكا في الافريق دو سود اللي خلاتنا ملمومين مع بعضنا. مدرب من الكابتن فريق كل شيء كان معناتها في استعداد تام. قبل ما نحكيو على كان في كلمه اسمي كبار كانوا معك يكوروا جواريت كيفاش كانت يعني كيفاش كان الجو كيفاش كانت الامبيونس غادي نعرف المشكله توا يعني توا ولدت فلوس وكيما قلت انت كراهب قبل القليب والقرينتا كيفاش لميتوا مع بعضكم شنو قلتوا لبعضكم قبل ما تلعبوا الكان؟ والله كانت غاديكا معناتها ما فماش ما بين فرق ما بين زايد ولا عامر. كنا الضحكه كانت في الطاوله نتاع الماكله في طور صباح البرة خارج معناتها الميدان في التمارين هذيك الحاجات معناتها اللي كانت اعطتنا دافع باش نقدموا كان ممتاز جدا. نحكيو شويه على كان 96 كما قلت لك اليوم 16 جانفي 2013 انت اليوم لسعد لونترون في الفيستير قاعد تسخن بسبب تلعب ضد الموزمبيق. والله هذيك احساس يحسوا كان لاعب معناتها في اول معناتها في الميدان خاصة أول مقابلة هذيك ليه معناتها الجمهور يستنى فيه في تونس يلزم يقدم مردود طيب حاجات معناتها يحس بها كان خاصة كان اللاعب. كنا معناتها عازمين نحبوا نقدموا مردود طيب نحبوا نعملوا نتيجة إيجابية والحمد لله معناتها قمنا بماتش خارق العادة مي ما حفناش الحظ وقمنا بنتيجة 1-1. فما في اللاكس كان سامي ترابلسي بوقديده فريد شوشان انا نلعب على اليمين البلها الله يرحمه على اليسار قيس الغربان ابو عزيزي زبير بيا عادل سليمي وجولي مام. هذوما معناتها التشكيله اللي لعبنا بها معناتها.
كان بطبيعة الحال يعني الانترينور الفرنسي كاسبر جاك اللي عطيت كلمة باهية انت في خصوصه. كان مدرب كفء، عرف كيف ياخذ الجروب، دخلنا في الاجواء الافريقيه معناتها فيسا، ما كانش عنده حسابات، الحاضر هو اللي يلعب بالرغم من معناتها من نقص العيد الحمروني كان مصاب وقتها ما مشاش معانا، وطارق ثابت هذول هذوما معناتها كان نقص عددي معناتها باهيين معناتها لاعبين مهمين في الفريق. ترشحنا والحمد لله ضد ليغابون 1-1 بلنتي 4-1 في الطرح هذه انت كنت حاضر زاده؟ الحمد لله كانت الطاقم الطبي اسعفني في معناتها في مرحله وزيجه وخلاني معناتها ندخل مع الجروب. من نحكي المقابله هذه كانت من اصعب المقابلات، كان منتخب غابوني حاضر على كل المستويات تكنيك وفيزيك ومعناتها منتخب من احسن المنتخبات نصور انا في المرحله هذيك. الحمد لله في الضربه الترشيحيه توفقنا ربي. تو طموحاتك تكبر بعد ما عندنا الكار الدومي باش نلعبوه، وقت لعبنا مع شكون؟ الدومي نلعبوا مع زامبيا، وقت تنقلنا زاد من بوريزابيت لديوربان، وكانت زاد مقابله هذيك نقل عليها مقابله زاد شيقه جدا، كنا حاضرين وكانت الاجواء جميله في التمارين، حاسين بالفريق اللي باش يوصل للنهائي، هذاك تفاؤل كبير اللي حصل لنا في المرحله هذه. ولسعد كان حاضر في الفينال على غالب خسرها 0، اما في حاجه عملها لسعد في الكنديه تقعد بالذكرى ما تنساش حتى لقطه تضحك هكا ولا ممكن احمد طرابلسي نهار اللي باش نهبطوا من افريقيا دوشيت نسي الصباط نتاعو في الباجاج نتاع الطياره، لبس كوستيم بس بدري، هذوما الحاجات اللي معناتها تراي في حصل الرياح. في 96 فماش غنيه هكا؟ ما نعرفش انا في الكليب يغنيو لحنيني باولو مالديني، ونذكر زاد عماد بن يونس فان باستن تونس، هذوما الحاجات اللي كانوا يغنيو فيهم. ميرو المنتخب ميرو العزيز علينا يقعد او كالسبونسور لشيء المرهيذي لوتو لجرينتا لجلايب ومنتيلي 21 اسعد الحنين، اول مره لبسته ضد موزمبيق في كان 96. صحيح هذا الماريو الاولاني اللي لبسته في المنتخب على يحمل رقم 21، هذا ماريو العزيز عليا وغالي، هذا اول ماريو لبسته في المنتخب، اول مقابله لعب به رقم 21، من معناتها هذا متفائل به برشا وان شاء الله يكون تفاؤل في المرحله القادمه. كلمة توا على الكان اللي جيتنا احنا توا ليشيونس هذيا منتخبنا في المباراة ضد المنتخب الجزائري، ترى انت مفتاح الترشح المباراة هذيا ولا لازم نخمم كذا زاده في الكوت ديفوار وخاصة في تونس؟ المقابلات لنا محالة هما من منتخبات عديدة صعيبة، ما عادش فما في فرق ما بين فريق كبير ولا فريق صغير، المنتخب يلزمو يلعب على إمكانياته، ما يلعبش على قوة الفريق المنافس، هذه أول حاجة معناتها يلزمو يعملها. الليتان البسيكولوجيك للاعبين لازم يحضروه نفسانيا باش يكون متاهل للمقابله، وما يحطش حتى شيء في مخه لا يقول فلان ولا فريق اقوى مني ولا ما يلعبش على امكانيه الفريق المنافس، هذه الحاجات المهمين في المقابله هذوما. اسعد الحنيني باولو والديني يعطيك الصحه اليوم، بارك الله فيك وعايش بربي فضل. الله يخليك ومرحبا بكم، وان شاء الله المنتخب يتاهل ومتفائل به ان شاء الله قدرة ربي متفائل خير.